بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جولة مختلفة، مش هعمل روتين ولا هعمل طبخ. هعمل ايه؟ هروح أفرم لحمة، وبعد كده هناخد جولة في محل عطارة هوريكم كل حاجة بالأسعار. يلا بينا. خدت جزء من اللحمة بتاعت العيد وقلت أفرمها عشان أولادي بيحبوا الكفتة وكده، متنسيش تحطوا لايك. ماشي، فهفرمها وإن شاء الله بإذن الله هنروح محل العطارة نجيب شوية حاجات توابل وحاجات كده برضو للبيت. ده ابن صاحب المحل هو اللي بيفرم. خلصت بقى ورحت على محل العطاره، قلت لقيته كاتب كل حاجه بالاسعار بتاعتها، قلت افيدكم وتشوفوا الاسعار وشوفوا اختلاف الاسعار بيننا مثلا بين عندنا وعندكم كده. فاخدت جوله كده سريعه في المحل بتاعه، هتشوفوا كل حاجه بالاسعار. تمام، ادي كل حاجه مكتوب عليها الاسعار، هوضحها معاكو. ده رز بسمتي ب20 جنيه، بجد حاجات حلوة ورخيصة يعني. فول مشوش، فول ب16، بيض فول مشوش وحمص ب25. تمام، ومكرونات ب8 وكده. بجد هو عجبني، هو لسه فاتح جديد عندنا في القرية، فعجبني ان هو عنده كل حاجة يعني، ما شاء الله يعني. اللي شجعني خلاني اصور ان احنا كنا بنحتار بجد على الحاجات دي، كنا بنمشي مسافة كبيرة على ما بنروح نجيب الحاجات دي. فهو ما شاء الله عنده كل حاجة في المحل واسعار كويسة جدا ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين كل حاجة يعني ب 300 دي. فكرتني بيه. طب هات لي بقى من كل لون حاجة. ودي مجموعة التوابل ما شاء الله، كل حاجة موجودة يعني، اي توابل تخطر على بالك موجودة. ورق جوافة وكمون وفلفل ورجل الاسد ومعرفش ايه وتلمس بردقوش وكزبرة، وطبعا ده يعني اطعم كده لل مثلا هتعملي ده ليمون وشطة وكده، لو هتعملي مثلا بطاطس مثلا شيبسي وكده. كل حاجة مكتوب عليها الاسعار، ومستكاب 130 وفلفل اسود وفلفل معرفش ايه، ما شاء الله كل حاجة موجودة. ثوم بودر وبصل بودر رجل الأسد وبابريكا وقرفة، ما هو رجل الأسد حاجته نظيفة ما شاء الله وحلوة. جيلاتين وترمس مطحون، حاجات كتيرة اهيت. هات لي ألوان، هات لي ألوان يعني. اللي عايز بقى يشوف الأسعار، هي الأسعار واضحة اهيت على كل حاجة سعرها. من كل لون تمام يعني. الكمون الناعم اهو ب72 جنيه، كمون حسب برضو بجنيه واحد من كل لون. تمام، وعندنا بقسماط ناعم وشطه كلام من ده كله. وهات لي كريم شانتيه، اللفه بتاعتي جد بفتكر ان انا نسيها. ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك معايا، ينزل تحت الفيديو هيلاقي كلمه اشتراك موجوده باللون الاحمر، دوس عليها فعل زر الجرس واختار الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. هعملكم جولات حلوه كتير ووصفات ما شاء الله هتعجبكم باذن الله. طبعا قبل ده كله اوعي تنسوا اللايك. واللي عاجبني من ده كله كمان ان في مجموعه زيوت ما شاء الله حلو قوي لجميع الوصفات، باذن الله هعمل لكم وصفات منها كتير. زيت المسك الابيض وزيت السمسم، زيت الثوم، زيت الخروع، وزيت الروزماري، وزيت الجنزبيل، زيت الخردل، زيت دهن الحيه، زيت الافوكادو،
ما شاء الله مجموعة زيت حلو قوي، زيت الجرجير، زيت الصبار، وزيت اللوز، وزيت الزيتون، زيت الحنظل، زيت البروتين، وزيت الجليسرين، كل حاجة مكتوبة عليها الأسعار. جوز الهند واللوز الحلو، ما شاء الله مجموعة زيوت بجد هي اللي عجبتني. ان شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم هعمل لكم وصفات حلوة كتير بإذن الله من الزيوت دي، تابعوني وان شاء الله بإذن الله هتشوفوا المزيد والأجمل والجاي بإذن الله أحلى وأحلى. زي ما قلت لكم هنروح جولات كتير وهوريكم الأسعار وهتعرفوا اختلاف الأسعار بين مثلا المنطقه بتاعتنا والمنطقه بتاعتكم كده عشان محدش يضحك عليكم مثلا، تبقوا عارفين اسعار كل حاجه ايه. برضو احنا هنا في قريه دقلت تبع محطه كفر الشيخ، ده اليافطه بتاعت صاحب المحل اللي مثلا في المنطقه بتاعته قريب مننا ومحتاج حاجه من الحاجات دي مش لاقيها، ده رقم التليفون يقدر يتواصل معاه، او يقدر كمان لو مش عارف يتواصل ان هو يسيب الكومنت تحت الفيديو ان شاء الله باذن الله هفيده هرد عليه بإذن الله على طول. كده طبعا خلصت جولتنا دفع السريح كده، وطبعا عنده كمان علب سمنة انا ما صورتهاش، وعنده حاجات كده قدامه انا هروح اصورها، بيبيع منها سمنة كده قلت كتير، وبيبيع كمان صبيحة. موجود عنده تركيبات ومجموعات، تركيبات للشعر ومجموعات للتخسيس وحاجات حلوه كتير. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، ومن هنا ان شاء الله لغايه لما نتقابل في فيديو جديد، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.